أخبار اليوم. الثقافة عن الإعلام، ويسعدنا أن نستمع لكلمة السيد حلمي النمنم وزير الثقافة المصرية. بخير. أولاً بأهنئ كل الزميلات من الصحفيات والإعلاميات بتأسيس هذا الاتحاد الذي أعتقد أنه أن تأسيسه متأخر كثيراً، لأنه إذا عدنا إلى نشأة الصحافة العربية في القرن 19 سوف نجد أن المرأة كانت حاضرة وبقوة، حاضرة ككاتبة وحاضرة كصحفية وحاضرة حتى كرئيس التحرير ومؤسسة صحف ومجلات. فمن منا لم يقرأ ولم يعرف روز ماضي في القرن 19 وزينة فواز، وفي القرن 20 مي زيادة وروزا يوسف وفاطمة يوسف وأمينة سعيد وغيرهن عشرات وعشرات إلى اليوم. ومن منا لم يتابع التلفزيون المصري ورائداته العظيمات التي نتذكرهن جميعا باقبال واحترام الى اليوم، ومن حسن الحظ ان احداهن تشرفنا اليوم العالميه الكبيره الاستاذه سارة منصور. كثير اريد بشكر الاتحاد وبتوجه الشكر لكل الساده الحضور. بشكر ان اخيرا حد اخذ المبادره وقرر ان بالفعل الاعلاميات العربيات محتاجين ان هم يتجمعوا كيان واحد. الحقيقه اذا كان كل الزميلات السعيده بوجودي في وسطهم من الدول العربيه اسهبنا في الحديث عن الاعلام في بلادهم، اعتقد اننا لدينا الكثير مما نقول هنا عن الاعلام وعن دور المراه في نشاه الاعلام في مصر. الحقيقه ان معظم الموجودين تربت اذانهم على اصوات نساء مجيدات تركوا في ارواحنا قدر كبير جدا وفي وجداننا قدر كبير جدا من الذكريات، وصنعوا جزء كبير جدا من الصوره التي راينا عليها العالم. سعيده ان بعضهن موجودين معنا في القاعه، بعضهن مش موجودين لكن اصواتهم موجوده في اذاننا، سواء كانت في الاذاعه المصريه او حتى في الصحافه المصريه اللي جزء كبير من بدايات تجاربها الجريئه كانت هنا في مصر وعلى ايدي نساء قررنا ان هن يقتحمن الشان العام في وقت كان ده ضرب من المحرمات في المجتمع المصري وربما في المجتمع العربي.